تاني حاجة على أجندة الكابتن محمود الخطيب هيكون في اجتماع مهم جدا مع شركة الكورة برئاسة المهندس عادل القيعي، وسط الزخم والاستعدادات لافتتاح كأس العالم واستئناف الدوري، لأن احنا الدوري للأسف مش واقف عندنا وشغالين مع كأس العالم. الكابتن محمود الخطيب هيكون في اجتماع مهم مع شركة الكورة، لأن شركة الكورة مع المسؤولين عن إنشاء الاستاد في مجموعة من المفاجآت تنتظر الكابتن محمود الخطيب ويحتاجوا إلى قرار فيها. أهم حاجة يمكن، وزي ما انفردت معاكم، العرض اللي جاي من شركة التأمين الألمانية العالمية أليانز. أليانز اللي هي بتحمل اسمها استاد بايرن ميونخ في ألمانيا، عارضين على النادي الأهلي إنه استاد الأهلي في زايد يحمل اسم أليانز لمدة 20 سنة، زي ما انفردت معاكم، مقابل 6 مليار جنيه مقسمة على 4 دفعات على مدار ال 20 سنة.